أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: ما هي أنواع التوسل المشروع والممنوع؟ توسل هو جعل واسطة أو وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا إنما يكون بطاعة الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، والوسيلة هي الطاعة التي تقرب من الله عز وجل. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، هذه هي الوسيلة. طاعة الله جل وعلا وخوفه ورجاؤه، هذه هي الوسيلة الصحيحة، الأعمال الصالحة. التوسل بالأعمال الصالحة هذا مشروع، كما توسل أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم صخرة سدت عليهم باب الغار ولم يستطيعوا الخروج، فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم. واحد توسل ببره لوالديه، والآخر توسل إلى الله عز وجل بعفته عن الحرام بعدما تمكن منه، تركه لله عز وجل، عفته عن الزنا بعدما تمكن منه، قام وتركه خوفا من الله سبحانه وتعالى. والثالث توسل إلى الله بحفظه لأجرة الأجير الذي عنده، وذهب وترك أجرته فنماها له وحفظها له حتى جاء وأخذها، ففرج الله عنه وخرجوا يمشون. هذا توسل إلى الله بالأعمال الصالحة وهو مشروع. توسل إلى الله بالتوحيد، كما توسل يونس عليه السلام، نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. توسل بتوحيد الله سبحانه وتعالى، توسل بدعاء الصالحين الحاضرين، الصالحين الحاضرين عندك، تأتي إلى رجل صالح تقول له: ادعو الله لي بكذا وكذا، هذا مشروع أيضا، بدليل أن عمر رضي الله عنه لما قحطوا واستسقوا طلب من العباس رضي الله عنه أن يدعو الله لهم بالغيث لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، يعني بدعائه، هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. فقام العباس ودعا الله عز وجل فسقاهم الله، توسل بدعاء الصالحين الحاضرين الذين يستطيعون أن يدعو الله، أن يدعو الله عز وجل. هذه هي أنواع التوسل المشروعة. أما التوسل الممنوع فهو التوسل بالمخلوقين إلى الله عز وجل، كأن يقول: أسألك بنبيك، أو أسألك بوليك فلان، هذا توسل ممنوع، لأنه إقسام على الله بمخلوق، حلف على الله بمخلوق، وهذا لا يجوز. ولأنه لم يرد هذا ولا دليل عليه، وما لا دليل عليه فلا يجوز فعله. توسل بذوات الصالحين أو بجاههم أو بحقهم هذا توسل ممنوع، وهذا وسيلة إلى الشرك. توسل بالأموات إلى الله عز وجل، توسل بالقبور، هذا كله إما شرك وإما وسيلة إلى الشرك. نعم.